أكد وزير التجارة والصناعة طارق قبيل أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لواشنطن العام الماضي مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير خلال لقائه وفد غرفة التجارة الأمريكية أن السوق الأمريكية تمثل وجهة تصديرية مهمة لعدد كبير من السلع والمنتجات المصرية التي تتمتع بتنافسية وقبول لدى المستهلك الأمريكي، وأن السوق المصرية تعد البوابة الرئيسية لنفاذ الصادرات الأمريكية لعدد كبير من دول قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة بلغ العام الماضي 5,618,000,000 دولار، محققة زيادة قدرها 13% عن عام 2016، حيث بلغت حينها 4,974,000,000 دولار.